فقال لي انت يمتى، شوف سؤاله، من اقول ذكي صدام يعني اكو ذكاء استثنائي يعني. قال لي هاتف انت يمتى بديت هذا الخط؟ قلت له والله سيدي بديت، ها، قال لي بتاثير خالك دكتور جيعر فوزير. قلت له اي نعم، هو بتاثيره وابويا مشان. فقلت له بال67؟ قال لي نعم. قلت له بال67 حتى بالمكتبه من اروح؟ قالوا هذا ايش ده يقرا، رئيس المول الضخم الله يرحمه مدير المكتبه. فقال لي اذا شوف هاي الاختيار واعي. فظليت، فكان هاي ردتها من الله، لان كل يومين يجيني ضابط امن من الجهاز من الدار، استاذ هاتف انت من مخلي يعني معلومات عني ما تعي، الدرجه الحزبيه فارغه، ما ادري انت عضو فرقه شعب هذا شو اقول له؟ اقول له بعدين قمت امر يعني شو اريد اقول؟ هاي حكايه الرئيس فادتني. عبد قاعد من شاكله، اجى هو قلت له بامر الرئيس ما حد يسالني بعد، انا هاي مشت. هواي شيوعيين كانوا بالدوله اكيد يعني، بس مو بس يصلون الى اي، صحيح صحيح، انا الوحيد الى هاي المكان يعني صحيح. اللي هو قمه هرم السلطه صحيح، وبالتالي جنابك تقول انا كنت احضر بعض اجتماعات مجلس قياده الثوره او مال الامن العام 5 ساعات، انا اطلع هو يرد يرجعني، اقعد لي، ظليت واقف طبعا اسجل ادور. كان سبعاوي مدير الامن ويانا عزة الدوري اجا والرئيس واني، هاي بال91 تقريبا، بال91 طلعنا بهاي الجولة، وبعدين جولة كان ياخذني لي. وبعدين اكو مرة مو حمايات تصورون ثق، مرة بس احنا والمصورين، سيارة المصورين ورا واني وياه بلاي، ولا دار بال ولا هو يعني، هاي معروفة عنا يعني، يعني هو مقدام بهاي الشغلة، احنا ما علينا من الجانب الاخر. ف شخصية مو طبيعية هو، مو اعتيادي، وأنا توقعي راح تصدر عنه كتب ممكن بعد 100 سنة. وكنت أتمنى محللين نفسانيين يحللون هاي الشخصية، يعني مو بس تكتب انطباعات وتروح، يعني هو ما علينا من الأخطاء، أكو أخطاء جسيمة أكو هو اعترف بيها قسم، بس هو كشخص مو اعتيادي.